في رحاب البلاغة القرآنية، أكرم به من رحاب وأنعم بها من بلاغة. فما أجمل أن يعيش المرء في رحاب البلاغة القرآنية، يتفيأ ظلالها وينعم في نعماها ويقطف من جناها، كيف لا وهي جنة البيان ومتعة النظر والفكر، وفيها تتجلى أعظم معجزات نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولئن أضحت معجزات الأنبياء خبرا من الأخبار وغيبا من الغيب، إن هذه المعجزة باقية خالدة لا تزول ولن تزول ما دام في الكون قرآن يتلى، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. في رحاب البلاغة القرآنية، هذا عنوان حلقاتي التي سوف نعيش بها معكم إن شاء الله فيما تبقى من شهر رمضان. نريد أن نتفيأ ظلال البلاغة القرآنية وأنعم بها وأكرم بها من ظلال يعيش المرء في نعماها عيش المتدبر، عيش المتفكه، عيش الذي يمكن أن يحلق في دنيا كلام الله، كما أمر رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نتدبر القرآن. القرآن أيها الإخوة معجزة الإسلام الخالدة، لكل دين ولكل رسول ولكل نبي معجزة. جاء النبيون بالآيات فانصرمت، وجئتنا بكتاب غير منصرم. آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جمال العتق والقدم. يريد شوقي من هذا الكلام أن النبيين جاءوا بمعجزات لكنها انصرمت، انقطعت. أين منا معجزة سيدنا موسى عليه السلام؟ بل 9 آيات أرسله الله سبحانه وتعالى في 9 آيات إلى فرعون وملئه. وين 9 آيات؟ خلاص انتهوا. من العصا التي تحولت إلى حية، وإلى إدخال جيبه لتخرج بيضاء من غير سوء، إلى 9 آيات إلى 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 فرعون من الدم والسنوات وكذا إلى آخره. موجودة هذه، موجودة خبرا يتلى، لكنها انصرمت، انتهت، لم نقف عليها إلا على أخبار من أخبارها. أين معجزة سيدنا عيسى عليه السلام من إحياء الموتى ومن شفاء المرضى وما أشبه ذلك؟ كلها قرأنا عنها في القرآن الكريم لكننا لم نقف عليها. أين ناقة ثمود؟ أين ناقة صالح؟ هذه كلها انصرمت. ما بقي من المعجزات في دنيا الناس إلا هذا القرآن، معجزة الله الخالدة التي ستبقى ما دامت السماوات والأرض، تبقى دليلا على صدق ما جاء به رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى شريعة الإسلام هذه، وعلى ما جاء به شرعنا الحنيف من أوامر ونواه وقصص وأخبار وما إلى ذلك. إذن هذه المعجزة هي الخالدة، وأنت إذا تدبرت القرآن كما أمر رسولنا صلى الله عليه وسلم وجدته مع التدبر يزيد تألقا، يزيد جمالا، يزيد بهاء، كما قال الشاعر: يزيد على طول التأمل بهجة كأن العيون الناظرات صياقل.
إذن فالقرآن يزيد بالتأمل جمالا. وقد أمرنا أن نتدبر أيها الإخوة. ورد في الأثر عن ابن مسعود قال: لا تنثروه نثر الدقل. القرآن لا تنثروه، ما الدقل؟ لا تنثروه نثر الدقل، الدقل أرداء التمر، يعني الدقل ما حدا بيقى، وأحيانا يعني يلقى في الأرض وينثر ما يلمه الناس، ما يأخذونه لرداءته. لا تنثروه نثر الدقل ولا تهذوه هذ الشعر. ما هذ الشعر؟ قالوا الإسراع فيه والسد. يعني القرآن ما جعل لينشد كما ينشد الشعر، بسرعة وبسرد لا تدبر فيه. ثم يقول: قفوا عند عجائبه. هنا قفوا عند عجائبه، لك أن تقف عند الأمر والنهي والموعظة والذكرى. كل آية في القرآن فيها ذكرى وموعظة، فيها بيان للناس، فيها هدى. فليست القضية فقط في أن نكثر القراءة. نعم، إكثار القراءة فيه ثواب بلا شك. وقد ورد في الحديث: لا أقول ألف لام ميم حرف، فألف حرف ولام حرف وميم حرف، وفي كل حرف 10 حسنات. فالناس يستعجلون لهذا. نعم، لا بأس بذلك، ولكن الأعظم والأكرم والأليق بكتاب الله أن نتدبر مع هذا الاستعجال، أن نقف عند العجائب. ثم يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: وحركوا به القلوب. أنت ينبغي أن تحرك بالقرآن القلوب، أن تقلب من تلاوتك حتى تتحرك القلوب. حسنوا أصواتكم بالقرآن. رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. يعني التغني بالقرآن مطلوب، أن نحسن الصوت بالقرآن مطلوب، أن تسمع القرآن بصوت جميل هذا مطلوب، دون تكلف ودون تعسف ودون أن نلوي عنق التجويد لكي يقع النغم الصحيح، هذا خطأ بلا شك. لكن أن نقرأ بصوت حسن هذا نحن مدعوون إليه. ألم يأتكم نبأ سيدنا أبي موسى الأشعري حينما تلا كان يتلو القرآن، فسمعه رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي، فقال: لقد أوتيت مزمارا من مزامير داود. فقال: يا رسول الله، لو كنت أعلم لحبرته لك تحبيرا. والله أنا لا أفهم من التحبير، إلا لزدت في حسن الأداء، لزدت في حسن التغني، لزدت في حسن القراءة وجمالها. هذه القراءة التي استرعت انتباه سيدنا رسول الله، فقال: لقد أوتيت مزمارا من مزامير داود. ثم يقول ابن مسعود: ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. الله أكبر. هذه الكلمة الآن لو تدبرت، معظم الذين يقرؤون القرآن لرأيت هم القارئ أن يبلغ آخر السورة، وأن يبلغ آخر الجزء، وأن يبلغ آخر الختمة. نعم، هذا شيء جميل، أنك والله أنت تريد أن تستزيد من هذا الثواب، لكن مو على حساب التدبر أبدا، ليس على حساب أن تتفهم ما أمرك الله به في هذا القرآن، وما نهاك عنه، وما تلا عليك، وما تتلو بنفسك من بيناته ومن قصصه ومن أخباره. كل خبر فيه يهديك إلى هدى. ما في القرآن كلمة لا تهدي إلى هداية ما أبدا، هو هداية. لذلك ألف بعضهم هدايات القرآن، هدايات القرآن، في كل كلمة هداية. فانظر يا رعاك الله كيف تتتبع هدايات القرآن. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا ونور أبصارنا وبصائرنا.